عسلامة. عسلامة عايشك. أي أنواع العنف أكثر انتشار في المجتمع حسب وجهة النظر نتاعك؟ ممكن يكون ينجم يكون عنف لفظي ويكون يعني عنف يعني جسدي نتاع ضرب، مثلا الراجل يضرب يعني مرته ولا المرأة تضرب رجلها، زادة ينجم يكون هذوما الزوز يعني موجودين يعني بكثرة. قليل وين نسمعوا امرأة ضربت رجلها. والله العظيم أنا ساعة ساعة بحكم من نقرأ ونشوف يعني في الأحوال الشخصية نتاع المجتمع نتاعنا يعني. والله يعني نشوف كيف كيف فهمتي، واللي لز راهو يعني الراجل يعني يضرب يعني المرأة ليه؟ رأي هي السبب، خاطر نعرف أنا حسب رأيي، أنا حسب رأيي الراجل ما يعني يضرب يعني مرته كان هي عملت له حاجة خايبة، الله أعلم بشنو هي حاجة خايبة، الله أعلم، يا استفزيته يا لعبت له بعصابه يا ما فماش حل آخر غير الضرب؟ ممكن ينعدم الحوار، ممكن هو ما يعرفش يناقش ولا هي ما تعرفش تناقش، أو يلقاو يعني راحتهم كيف الضرب، فهمتني؟ برغم اللي الحوار عنده دور باهرة، ينجم الحوار يوصل يعني المفاهمة حلوة ما بيناتهم الزوز أما الأكثرية قاعد نشوف يعني عنف أكثر منه، حوار قليل ترقى زوز يتحاوروا، فهمتني؟ قليل على الأخر. وأنا حسب رأيي أنا في تونس هنا حسب رأيي، وسامحني مع كل احتراماتي للنساء والرجال، العرس يعني في تونس إذا كان مثلا ما فيهوش حب واحترام واهتمام، ما تعرفش شو معناه الاهتمام؟ يلزم أنا كي نمشي نخدم نبقى نخمم في مرتي في الدار، شو ناقصها؟ كيفاش؟ نعملوا برنامج نتاع حاجة حلوة في الدار، فهمت ولا لا؟ يبدل الروتين، المرأة تبدل الروتين نتاع الدار، كي ندخل ما نلقاش طاولة نلقى حاجة أخرى مثلا، نلقى حاجة تكون يعني الضحكة الابتسامة، توا ساعة ساعة يدخل للدار مسكين مروح من الخدمة. داخل بعضه الله اعلم شو اللي صاير لبرا، يعود يدخل الدار يلقى الضحكه يلقى الجو يلقى كان المشاكل، هاي برا جيب لي ندرش نوا هاو جات ورقه الماء هاي ورقه الضوء تتسد عليه الشاي الراجل، تصير فيها المشاكل هذيك. يلزم المراه هي تكون هي الباز نتاع الانسجام، انا عندي انا المراه هي الباز معناها في العلاقه، المراه هي العرس الصحيح، هي العرس الصحيح معروفه هذه حتى من قبل، معروفه من قبل المراه هي العرسه نتاع الدار، اذا ما تعرف كيف تتصرف في الدار توفق ما بين امورها في دارها وامورها مع رجلها وما تخلطش، كان عندها مشكله مش الراجل يجي تحط له الفطور هو يبدا ياكل في اللقمه وهي راه صار راه عمل راه درش نور تسدي له الشيء هكاك تخليه يسيع، من بعد كيف ياخذ راحته ويرتاح احكي معاه بشويه بشويه، خذوا بشويه خذوا مثلا فهمت ولا لا؟ تو تصير بقدرة ربي والحوار انا عندي انا الاكثريه الحوار ما فيها بيس، حتى حوار صبابا ما يسالش، المفيد يعني نفهموا بعضنا، انت اش تحب وانا اش نحب، هذا هو اللي انا حسب رايي انا، هذا حسب رايي انا والله اعلم. شنو هو اكثر حاجه توصل تخلي الراجل اللي نجم يضرب مرته؟ يمكن هو توتر ما عندوش فين يدور الريح، ما ينجمش يشد روحه، والاكثريه اسمعني والله العظيم بالنسبه لي انا والله ممكن راي المراه هي اللي تستفز الرجل، فهمتني؟ توتر وهو اعصابه متوتره يعني من برا في الشارع في خدمته في ما عارفه صارت له حكايات يروح للدار تزيد هي كهو، نجم تكون زاد هي تخدمه متوتره ما عارفها. هي توا اش باش نعمل حسب رايك مثلا؟ شو الحل؟ هوني الحوار كما قلت لي. يا ساعة ساعة ما تلقاش الحوار يوصل للنتيجة. بعض الكوبلوات ما ينجموش يتحاوروا. حكاية فارغة يعني فهمتني؟ وماذا بيا يعملوا لنا بنود في الزيق. ولا يلزم يا ولدي تحاوروا واحكيوا مع بعضكم مش فاهمة. علاه صار في الخطوبة تحكيوا وعاملين جو وصفاء وضحكة ولعبة ومدري شنو بعد العرس بعد ما يكتب الصديق علاش تحاول حق المرأة أخي؟ المرأة نحب نعرف علاش قبل العرس تلقاها نوع ما شاء الله تقول جنة فوق الأرض، بعد العرس أخي تتحول علاش تلوم على المرأة؟ ينجم الرجل يتبدل بعد العرس؟ لا مو صحيح، يا أخي الراجل مسكين راهو جرى في جرته، جي خدم تعب اللي حبت عليه جابه لها مثلا، من بعد هي راهي تتبدل. توا ريت في المحكمه معظم
الطليق في المحكمة طلبته المرأة مش الراجل، المرأة هو اللي طلب الطليق، فهمتني؟ معظم الحالات. كيفاش تتبدل بعد العرس؟ تتبدل ممكن ما عجبهاش يعني جو الدار، تحب تاخذ حريتها يزي خويا طلقت وطلبت ناخذ حريتي، نسهر ونشيخ ونمشي نعمل صاحب وندير شنو، هذا هو نشوف فين واقع، هذا واقع فهمتيني، هذا واقع نتاعنا نحن. قليل اللي مرأة تحافظ على دارها وتحافظ على عائلتها، قليل قليل. 2003 نسبة الطلاق وصلت 37%، راه شفت 37% اللي هي أقوى، اللي هي أقوى حاجة، أقوى حاجة 17%، هذه أقوى حاجة. قلت لي المرأة زادت عنف راجلها. إي موجود. شنو اللي خليها تعنف راجلها؟ تضربوا يعني؟ ينجم يكون عنف لفظي، تسبوا تهينوا. طيب انت ثم مرأة تهين راجلها، وين صارت هذي؟ اخي انا ماخذك باش تهينيني، انا ماخذك باش تضحك عليا مثلا الجيران، تضحك علي عائلتي، احنا ماخذين بعضنا باش نكملوا بعضنا، احنا ماخذين بعضنا باش نكملوا بعضنا. كيفاش تنجم تتواصل العلاقة بعد الإهانات ما بيناتهم؟ بالانفصال، بالطليق. مثلا خاطر كان باش يبقاو مع بعضهم راه بيصير كارثه. ما تنجمش تتواصل يعني العلاقه؟ ما تتواصلش. اسمعني راهو اذا كان صارت يعني حاجه كيف هكا نتاع امور عنف والا اهانه ولا ضرب، انا يظهر لي حكايه فارغه على الدنيا السلام. خاطر باش نقعد نخزر لك حتى باش نحكي معاك، نولي يشهد عليك القارد ولا تشهد عليك، ما عادش يعني الزوز نتاع دار مراه وراجل. ينجموا يكونوا بيناتهم صغار. هلا غالب هذيك الكارثه الكبيره باش يمشي هما ضحيه مسكرك الصغار، وبرشا قاعدين الصغار ضايعين من الكارثه نتاع امهم وابوهم خاطر طلقوا، ولا كل واحد خمم في مصلحته، هي خمت على مصلحتها وخمم على مصلحته، شكون اللي ضاع؟ هاك الصغير هم اللي ضاعوا. علاش؟ الله هو اعلم. خاطر علاش؟ هذه انعدام يعني الحوار كنا نحكوا عليه. ما فيها بيس راهو نورمال. الحوار يا خويا ما تتحاوروش في الدار. ما تتحاوروش في الدار، خاطر الدار هي ما نعرفش كيفاش، امشيو لبقعة أخرى، اطلع للجبل، امشيو للجبل اقعدوا في الجبل، اقعدوا في بقعة كي على البحر وحدكم، احكيو، تفاهموا، شنيا أنت نقطة الضعف نتاعك وشنيا نقطة الضعف نتاعي أنا، علاش أنت عملت كذا، علاش أنا عملت كذا، علاش ما نوليوش نعملوا هكا خير، علاش ما نتصرفوا تصرف آخر هكا خير، علاش أنت أجريسيف وأنا أجريسيف، علاش؟ فهمتني؟ ما في حد شيء نحكي يعني والله سهله، ما احنا صعبه فيها على بعضنا وكاو، هذا اللي حبيت نوصله لك للمرأة.